يشارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب في المؤتمر 24 للاتحاد البرلماني العربي الذي سيعقد في المملكة المغربية الشقيقة خلال 20 و21 من مارس الجاري. يأتي كل سنة يعني في بلد، وهذه المرة سوف يعقد إن شاء الله في المغرب للتنسيق والتشاور في الكثير من الملفات، طبعا أهمها تعزيز العلاقات البرلمانية بين المجالس التشريعية، وأيضا هناك عدة لجان في هذا الاتحاد سوف يتم عرض تقاريرها على رؤساء البرلمانات لمناقشته. ولا يخفيكم أيضا سوف نتعرض إلى موضوع الإرهاب، خصوصا الإرهاب وما يشكله من تهديد لمجتمعاتنا العربية، وأيضا التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي للدول.